الشريط الثاني، قصة طالوت وجالوت، قصة عزير. هذه قصة أخرى أيضا لبني إسرائيل، وفيها عبر كثيرة عظيمة أفردت بالتفصيل في سورة البقرة. أيضا بنو إسرائيل كان عندهم أنبياء، وأنبياؤهم كلهم من الأسباط، أبناء يعقوب عليه السلام 12 سبطا، والأنبياء كلهم من سبط واحد، والملوك كلهم من سبط واحد أيضا. أي مرت الأيام والسنون حتى صارت الأنبياء من سبط والملوك من سبط آخر، الأنبياء من سبط لاوى والملوك من سبط يهوذا. ومرت السنون على هذا حتى أصيبت بنو إسرائيل بمقاتل عظيمة ومجازر، والتاريخ يشهد على هذا. بنو إسرائيل لضعفهم ولخورهم ولبعدهم عن الله عز وجل ونكوصهم بالعهود وعداوتهم للأنبياء أصيبوا بحروب دامية كثيرة جدا. وكم قتل من بني إسرائيل من قتل، حتى جاء سنة من السنوات قتل الأعداء منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا منهم بلادا كثيرة. كان عندهم التوراة وعندهم شيء اسمه التابوت، سمعتم بالتابوت؟ كانت توضع فيها بعض آثار موسى عليه السلام، عصاه، ثوبه، بعض آثار هارون عليه السلام، والألواح التي كانت عند موسى، بعض الألواح من التوراة كانوا يحتفظون فيها في تابوت أو صندوق. وهذا الصندوق فيه من العلم ومن التوراة ومن غيرها ومن آثار موسى، كانوا يأخذون هذا التابوت في الحروب، فكانوا يطمئنون لأن فيه علم يقرؤونه ويتدارسونه. والله عز وجل حفظ هذا الصندوق أجيالا كثيرة، حتى جاء حرب من الحروب فسلب التابوت منهم، فحل الخور فيهم وأصيبوا بمقاتل عظيمة، سلب التابوت منهم وجاءهم مقاتل حتى لم يبقى من نسل الأنبياء أحد، ما في أحد بقي من عود وصلب هؤلاء الأنبياء إلا رجل تزوج امرأة فحملت هذه المرأة فقتل الرجل. يعني هم الآن إما أن يطلع هذا الطفل ولد ذكر، أو أن الأنبياء انقطعت من بني إسرائيل فحبسوا هذه المرأة، خافوا عليها، خافوا أن لا تلد أول شيء، أو يسقط الجنين، ينقطع النسل خلاص ينتهون بني إسرائيل، فخافوا أن ينقطع النسل فحبسوا المرأة وأطعموها وحافظوا عليها حتى تلد لهم ولدا يكون نبي، لأن ما في غير هذه المرأة. فحبسوا المرأة، وكانت المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما ذكرا، وفعلا ولد لها غلام سمته شمويل. هذا شمويل صار نبيا من أنبياء الله، وذكر هذا الاسم منه كثير. شمويل هذا صار النبي المنتظر اللي ما يعني جاء في فترة انقطاع، لو لم يبقى هو خلاص انقطع النسل. فأخذوا يحتفظون بهذا النبي ويراعونه ويقدرونه حتى كبر هذا النبي، نبي الله شمويل. فإذا ببني إسرائيل يأتيهم شيء من انتفاضة الإيمان والعقيدة، صحوة، شيء من الصحوة في بني إسرائيل. طبعا غريبة على بني إسرائيل تجيهم الصحوة مرة، كل مئات السنين تجيهم مرة صحوة من الصحوات، لأنهم في ذل وقتلوا فيهم من قتلوا وسلبت بلادهم وضاعت أموالهم، جاءتهم صحوة وانتفضت العقيدة عندهم، فجاءوا للنبي. ايش قالوا له؟ جاءه الملأ كبار الناس قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملك، حط بيننا ملك علشان نقاتل معه في سبيل الله. مو أي قتال، في سبيل الله. يعني هؤلاء فيهم إيمان، فيهم دين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني نبي ملك، نبي سير الجيوش، نبي الجهاد. مو أي جهاد، نريد جهادا في سبيل الله. ترى هذه قمة الإيمان، أن الإنسان يطلب الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الدين والإيمان والإسلام أن يجاهد الإنسان وفي أي هدف في سبيل الله. إنها حياة الإيمان، إنها قمة التوحيد أن يطلب الإنسان ملكا وقائدا يقوده للجهاد في سبيل الله. إيش عقبه؟
بعد ما ضاع الملك ونهبت المقدسات، لكن الحمد لله على الأقل طلع منهم هذا. فقال لهم نبيهم، قال لهم لكن مو الله عز وجل يجيب لكم الملك ويأتيكم بهذا القائد بعدين ما تؤمنون ولا تجاهدون ولا تقاتلون؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. شلون ما نقاتل؟ حنا المقتولين، حنا المقهورين، حنا المندحرين، حنا الذين أخذت أموالنا ودماؤنا وبلادنا ومقدساتنا نهبت، حنا من قاتل؟ لا. شوف شلون، بس ارسل لنا القائد وشوف شلون راح نقاتل. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن لما كتب عليهم القتال شنو صار؟ تولوا، كل كلام فاضي. أغلبهم كانوا كاذبين، أغلبهم كانوا يتعذرون أن ما في قائد، ما في ملك، لكن كذب. مثل ما أكثر الناس اليوم يقولوا لو فتح باب الجهاد لجاهدنا، لكن هل صحيح لو يفتح باب الجهاد كلهم سيجاهدون؟ يتبين الصادق من الكاذب. فلما كتب عليهم القتال تولوا، هربوا، أدبروا، إلا قليلا منهم. أهل الصدق موجودين لكنهم دائما هم القلة. أهل الجهاد، أهل اليقين، أهل التوحيد الخالص موجودين لكنهم دائما في كل المجتمعات والعصور هم القلة، إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. الظالم الذي يقول قتال 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 بعدين يهرب ويولي. قالوا له وين هذا الملك؟ قالوا خلاص الله راح يبعث لكم ملك. قالوا له شنو قصة هذا الملك ومن وين هذا الملك؟ قال لهم هذا الملك هو طالوت. من طالوت؟ تعرفون من طالوت؟ طالوت رجل كان فقيرا مغمورا بين الناس. هذا الرجل ما كان عنده أموال، مغني، وما كان، لم يكن أيضا من ذرية يهوذا، ذرية الملوك، أيضا ليس من ذرية الملوك ولا من أصلع أصحاب الأموال والأغنياء والثراء. إنسان عادي، يقول كان يشتغل دباغا يصنع الجلود ويبيعها، إنسان فقير، إنسان على قد حاله، لكن رجل تقي ورجل مؤمن ورجل عنده علم الدين والشريعة، رجل صاحب تقوى وأيضا جسمه قوي. إحنا نريد في الجهاد رجلا قوي البنية، قوي الدين والإيمان والعلم، شيئين يشترطان في الرجل القائد، رجل خبير، عالم، فاهم، صاحب دين وإيمان، وأيضا جسده يهيئه للجهاد وللقتال. وقال لهم نبيهم، قال لهم ترى هذا النبي إذا جاكم راح يكون عنده آية وعلامة، لكن إذا رضيتم به. أول ما أرسل إليهم وجاءهم طالوت اعترض بنو إسرائيل، متعودين كل ما يجيهم شيء يعترضون. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أول اعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني مو من ذرية يهوذا، هذا من ذرية بنيامين أخو يوسف عليه السلام، ما يصير الملوك مو من هذه الذرية، شنو على كيفكم أنتوا تحددون؟ هذا رب العزة، الله هو الذي اختار ويصطفي، مو أنتوا. لكن بني إسرائيل مشكلة والله، يعني رحم الله موسى كم تعب مع بني إسرائيل، ورضي الله عليهم الصلاة والسلام كل أنبياء بني إسرائيل كيف صبروا على هذه الأمة. أول شيء قالوا إحنا أحق بالملك منه. العذر الثاني شنو؟ ولم يؤت سعة من المال، لا من ذرية يهوذا واحد وما عنده أموال. علاقة الأموال بالقيادة، قد يقود الإنسان فقير لكن أفضل قائد قد يكون، لكن بنو إسرائيل يبون فقط العذر حتى يتخلصوا من الجهاد. فرد عليهم النبي
وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، الله هو الذي اختاره وهو أفضل منكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، علم شرع ودين وجسم قوي، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم تريدون آية ودليل وعلامة أن الله هو الذي اختار هذا الملك؟ قالوا إيه، ما نصدق أن هذا الملك هو الذي اختاره الله إلا بدليل، إلا بآية، إلا بعلامة. قال لهم شوفوا العلامة، العلامة أن التابوت الصندوق الذي سلب منكم وأخذته الأعداء وصرتم في المهانة اللي أنتم فيها الآن، الله راح يرجع لكم. ايش رأيكم التابوت اللي فيه السكينة وفيه البقية من آثار موسى وآثار هارون، راح تنزل الملائكة إذا رضيتم بهذا الملك. قالوا خلاص رضينا بهذا الشرط. فلما قبلوا بهذا الملك طالوت، فإذا بالملائكة تنزل من السماء التابوت، نزل الصندوق من السماء، الله أكبر، فيه بقية التوراة والألواح وشيء من آثار موسى وهارون. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما رأوا الآية الباهرة والمعجزة العظيمة التي أخبرهم بها النبي وكرامة هذا الملك، رضوا بهذا الملك بطالوت، مع أنهم كانوا في البداية غير مقتنعين. سار الجيش وتنظم للقتال في سبيل الله. كم عدد هذا الجيش؟ سار معه 80,000 رجل، 80,000 من الجنود مع السلاح والعتاد، كلهم يريدون القتال في سبيل الله. من قائدهم؟ إنه طالوت، ذلك الملك العظيم المظفر، ذلك الرجل المؤمن التقي صاحب العلم والجسم. خرج أمامهم وفي الجيش فتى صغير. من هذا الفتى؟ فتى اسمه داود. إلى الآن ما علم الناس أن هذا الفتى سيكون له شأن كبير. ماذا سيكون هذا الفتى؟ سيكون هو النبي المرتقب داود عليه السلام، الذي سيكون ابنه سليمان، الذي سيبني أعظم مملكة في بني إسرائيل على مر التاريخ، أعظم ممالكهم وأعظم قوتهم في ذلك الزمان. الآن مرحلة الضعف وداود توه فتى صغير، وهذا وقت القهر والضعف والذل والهوان، وما يدرون بعد سنوات راح يكون مرحلة العز والعظمة لبني إسرائيل. الآن هم ما يدرون، الجيش يسير، من فيه؟ فيه داود وثمانين ألف مقاتل. من قائدهم؟ طالوت. وفي الطريق وهم ذاهبون إلى الأعداء، في الطريق وصلوا إلى نهر، فناداهم طالوت، قال أيها الناس، أيها الناس، قبل أن نصل إلى هذا النهر والناس عطاشا، كلهم يريدون الوصول إليه للشرب منه، قال إن الله أنزل علي اختبارا لكم. هناك اختبار لهذا الجيش. شنو هذا الاختبار؟ قال لن تشربوا من هذا النهر، والجيش كله عطش، يريدون فقط الوصول إلى النهر ليشربوا من شدة العطش. قال إن الله حرمكم من الشرب منه. ماذا؟ نعم، هذا اختبار من الله عز وجل، ضد حاجة الإنسان هواه وشهوته، إلا شيء واحد، إلا من اغترف غرفة بيده، يأخذ واحد فقط شيئا من ماء بيده فيشرب غرفة واحدة، مرة واحدة بيده بس. هم يدرون أنه من فعل هذه الفعلة استجابة لله وشرب بغرفة واحدة بيده أرواه الرب،
لكنهم ما علموا أن هذا اختبار فقط من الله عز وجل. قال لهم هذا والاختبار، قالوا ليش الاختبار؟ قال اختبار، مو شرط نعرف الهدف، مو شرط نعرف الغاية من هذا السؤال، من هذا الطلب. احنا احيانا نسوي عبادات، احيانا نفهم المقصود واحيانا ما نفهم المقصود، لكن كلها نستجيب فيها لله عز وجل. الله اراد ان يعرف من الصادق المؤمن التقي اللي يكمل معنا في الجهاد، ومن صاحب الشهوة، صاحب الهوى اللي ما يستجيب لله، هذا ما نبي في القتال، هذا يقعد بيت امه احسن له، هذا خلى من الحين ينسحب احسن له، اللي مو قادر يصبر على عطش هذا ما نحتاجه في الجهاد. قال إن الله مبتليكم بنهر. شوف الآن الآية كيف تقص هذا الأمر من طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود 80,000 قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، خلاص راح يرجع وما راح يكون معانا في الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي ما يشرب يكمل معاي، إلا من اغترف غرفة بيده. تعرفون كم صبر وكم سقط في الاختبار؟ 80,000، اللي صبروا فقط 4,000، 76,000 تركوا أمر الله وشربوا من النهر على راحتهم، ما فيهم خير كلهم، خلهم يتراجعون الحين ولا يدخلون معانا في القتال وبعدين يورطون. هذيل لن يصبروا على القتال ولا على عدو، هذيل ما فيهم من الإيمان ما يجعلهم يصبرون في الجهاد، خلهم. 76,000 كلهم سقطوا في الاختبار. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال بعض المفسرين 4,000، وقال بعضهم 310 بس، قليل جدا بالنسبة لهذا الجيش الجرار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، القلة القليلة المؤمنة خرجت الآن مع طالوت، الاختبار الأول سقط الأكثرون، مشى الآن مع طالوت وتوجهوا نحو الأعداء. من الأعداء الآن؟ أعظم جيش في ذلك الزمان بقيادة من؟ رجل اسمه جالوت. جالوت هذا رجل ضخم، رجل قوي، رجل بطل في المعركة، مجرم كافر طاغوت، وحوله جيوش كثر لا يعلم عددها ولا عددها إلا الرب عز وجل. فإذا بالجيش الذي سيقابلهم كان 80,000، الحين بقي 4,000 أو 300 شوي، يعني ما في مقارنة. لو كانوا قبل المعركة حسبوا الحساب كان ما راحوا أصلا، لكن الآن تواجه الصفان وتراءت الفئتان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الأكثرون قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، ما راح نقدر. شوف الخور، شوف الضعف، شوفوا لا زالوا، يعني حتى الفئة التي صبرت فيها ضعف، لا زالت فيها خور. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن القلة القليلة الصامدة المؤمنة قيل هي عددها 314 أو 310 مثل عدد الصحابة في معركة بدر، بس من 80,000 300 وشوي، ايش قالوا هذه الأهل الإيمان؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أهل الإيمان طالوت والقلة القليلة وفيهم داود عليه السلام، ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني كأن عندهم يقين أن كثيرون في الأرض كانوا قلة وواجهوا أمم كثيرة وانتصروا بإذن الله. لما؟ لأنهم مؤمنين بالله عز وجل. كم يعني كثيرون هم في الأرض؟ ليش؟ عندهم صبر بالله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. جعلوا الأمر مع الله والله مع الصابرين. لكن ترى هذا كلام والحقيقة شيء ثاني، حقيقة أن أمامكم جيوش، حقيقة أن أمامكم عشرات الألوف مدججين بالسلاح، وأنتم كم؟ 300 واحد وبعضكم صغار فتية،
وسلاحكم ما يقارن بسلاحهم، يعني ايش راح تسوون؟ لكن الإيمان ينتصر. الفئة القليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. جعلوا الأمر مع الله، والله مع الصابرين. لكن ترى هذا كلام والحقيقة شيء ثاني. حقيقة أن أمامكم جيوش، حقيقة أن أمامكم عشرات الألوف مدججين بالسلاح، وأنتم كم؟ 300 واحد، وبعضكم صغار فتية، وسلاحكم ما يقارن بسلاحهم، يعني ايش راح تسوون؟ لكن الإيمان ينتصر. الفئة القليلة المؤمنة تغلب بإذن الله. وكم من صابر ثابت محتسب، ولو كان ضعيفا ينصره الرب عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أول ما بدأت المعركة رفعوا أيديهم إلى الله، لأن بداية المعركة يستجيب الله للناس. كل المعارك أهل الإيمان مع الكفر، إذا بدأت المعركة والتحم الصفان فتحت أبواب الدعوة، الله عز وجل يستجيب للمن دعاه. دعوا بثلاثة أمور: أولا الصبر، اثنين أن يثبت الله أقدامهم، الثالثة أن ينصرهم الرب عز وجل على العدو. ولما برزوا لجالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل ما تبدأ المعركة خرج جالوت، هو كبيرهم، هو عظيمهم، فقال لمعشر أهل الإيمان بقيادة طالوت، قال: من يبارزني؟ عادة الناس في الحروب والمعارك قديما وحتى أحيانا حديثا يبدأون المعارك بمبارزة، بمعركة خاطفة، يشوفون، لأن هذه حرب معنوية ونفسية، من ينتصر فيها؟ فنادى جالوت: من يبارزني؟ من يبارز هذا الرجل العظيم الجسم الضخم البنية قائد الجيش، من يبارزه؟ فقال طالوت الملك المؤمن، قال لجيشه أو القليل العدد، قال: من يبارزه وأزوجه ابنتي وأشاطره ملكي؟ الملك الذي حصلت عليه الآن، أنا الملك، أجعل نصف ملكي له وابنتي له. فخرج فتى هو أصغرهم سنا اسمه داود، لم يعرف الناس أنه سيكون نبيا. خرج هذا الفتى الذي تمرس على وسيلة من وسائل الحرب في ذلك الزمان، ما هي؟ المقلاع. سمعتم بالمقلاع؟ لا زال أهل هذه البلاد، أهل فلسطين، يستخدمونها في المعارك. المقلاع، كان داود خبيرا بها. فإذا به يخرج الفتى أمام جالوت، فضحك جالوت، قال له: يا غلام، ما الذي أخرجك؟ قال: لمبارزتك. قال: لا، إني لا أحب قتلك، أنا ما بيقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك، إذا أنت ما تحب تقتلني أنا أحب أقتلك. فقال: يا غلام ارجع وليأتي رجل آخر. قال: بل أنا سأبارزك. فنظر الناس وعارفين من سيغلب، لكن شجاعة الفتى وقوة إيمانه وثباته وجلده تبارز مع جالوت، وما هي إلا لحظات، فيأخذ الحجر ويأخذ المقلاع فيرميه من بعيد فيصيبه على جبهته فيخر على الأرض صريعا، وقتل جالوت. فلما قتل جالوت كبر أهل الإيمان، وانهزم جيش الكفر معنويا، وتقدم جيش الإيمان وهزموهم بإذن الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. بعدها صار داود مقربا عند بني إسرائيل، وأحبه كل بني إسرائيل، عرفوا بقصته وبخبره، كان سببا لنصرهم، فأعطاه الله الملك العظيم، وسخر له حتى الحديد يلين بيده، وصار ملكا عظيما. ثم أعطاه الله الحكمة، أي النبوة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء،
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لو أهل الكفر علوا في الأرض وبطشوا فيها ولم يقم لهم أهل الإيمان ولو كانوا قلة يصدونهم ويمنعونهم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا هذا يقاتل هذا وهذا يمنع هذا وأهل الإيمان يقومون لله عز وجل بالقتال في سبيل الله لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قصة حدثت لبني إسرائيل يبين الرب عز وجل فيها أن القلة إن كانت مؤمنة فإنها منتصرة بإذن الله عز وجل في القتال. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أن قادة أهل الإيمان والدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يربوا أتباعهم على اتباع شريعة الله وعلى غرس الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء على مر الزمن هم المنتصرون وهم الغالبون، والعاقبة للمتقين. قصة فيها عبر، وأي عبر. هذه قصة أيضا ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة لرجل اسمه عزير، واختلف الناس هل هو نبي أو هو عبد صالح حكيم، كما ذكر عن ابن عباس ومجاهد والحسن ومقاتل والضحاك. هذا الرجل العبد الصالح كان يعيش في بيت المقدس، وبيت المقدس صار فيها قتال كثير وحروب، آخرها في ذلك الزمن ما فعله فيها بخت نصر من خراب ودمار، قتل أهلها وشردهم وسفك الدماء وسبى من سبى ودمر البلاد كلها. وكان يعيش بينهم رجل اسمه عزير عبد صالح. في يوم من الأيام لما طلع الصباح ذهب إلى بعض ضياعه ومزارعه يتعاهدها، ذهب فوجدها قد دمرت البلاد كلها، وكان قد ركب الحمار وارتفعت الشمس وأتى الحر، وعنده سلة وضع فيها عنبا وتينا، وعنده كسرات من الخبز اليابس، فذهب ودخل إلى مكان واستلقى على الأرض، استلقى على قفاح ووضع العنب وعصره في إناء، ثم وضع الخبز في عصير العنب حتى يلين قليلا فيأكله. تين، عنب معصور، خبز يابس وضع في ذلك العصير، وحماره قد ربطه عنده، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر إلى سقف تلك البيوت. أخذ ينظر إلى هذه البيوت وإلى هذه القرية وإلى بيت المقدس الذي دمر كله، لم يبق فيه شيء، فإذا به يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، وين ترجع هذه الأرض مرة ثانية؟ الناس منهم من قتل الكثيرون، البيوت دمرت، الزروع حرقت، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ لم يشك في قدرة الله أبدا، ولكنه كان مستغرب ومتعجب، هل هذا الأمر سيكون أو لن يكون؟ فما إن قال هذه الكلمة إلا وقبض الله عز وجل روحه. كان أول النهار الشمس ارتفعت، بدأ الحر، قبض الله عز وجل روحه، صار كالنائم. متى أرجع الله عز وجل له روحه؟ بعد 100 سنة، لكن آخر النهار قبض الروح أول النهار وأرجعت الروح بعد 100 سنة، لكن آخر النهار بعد العصر. فإذا به يفتح عينيه، ظن أنه قد نام واستيقظ، هذا الظن عند عزير، ظن أنه نام أول النهار واستيقظ آخر النهار، فأرسل الله عز وجل له ملكا على صورة ملك صورة رجل الله أعلم، يسأله: يا عزير، كم نمت؟ كم لبثت؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام. 3 أجيال والرجل ميت، جيل بعد جيل بعد جيل، 100 سنة والرجل ميت في مكانه، ثم يبعثه الرب عز وجل. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ الملك يسأله كم لبثت يا عزير؟ قال أنا من أول النهار إلى الآن يوم واحد، لا حتى أقل من يوم، ما كملت يوم في نومي. ما يدري عزير أنه نايم، بل هو ميت في الحقيقة 100 سنة. فإذا به يقال له، قال بل لبثت 100 عام. بعد أن قال يوم أو بعض يوم، رد عليه الملك قال أنت لابث هني 100 سنة. طبعا مستحيل واحد يصدق، واحد ينام أول النهار يستيقظ آخر النهار ويقولون له ترى أنت كنت غايب 100 سنة، طبعا استحالة واحد يقتنع، إلا إذا كان في دلائل. أول شيء، أول معجزة، انظر للطعام، شفت التين؟ شفت العنب؟ العصير اللي عصرته؟ شفت الخبز الذي وضعته؟ طبعا هذا يفترض 2 3 أيام يتخمر خلاص، يفسد بعد أسبوع شهر يفسد الأكل. 100 سنة نظر إلى التين كما هو، والعنب العصير كما هو، والخبز كما هو، لم يتغير منه شيء. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، ما تغير منه شيء. لكن انظر إلى الحمار، حمار المربوط عندك، ما الذي بقي فيه؟ عظام باليح، هذا الذي بقي في الحمار عظام باليح. نظر إليها عزير شك، الطعام ما تغير، وين الحمار الذي ركبت عليه قبل ساعات؟ توني قبل ما أنام ربطته، وين راح؟ لم يجد إلا العظام. قال الملك انظر إلى العظام، ما الذي سيفعله الله عز وجل فيها؟ إذا بالعظام تتكون، فلما تكونت العظام نشزها الرب وجمعها، ألف بينها، العظم هذا على هذا، والعظم هذا على هذا، والعظم هذا على هذا. تخيلوا هيكل كامل لحمار يتكون مرة واحدة أمام عيني عزير. فإذا به ينظر إلى الحمار، العظام تنشز وتتجمع، فلما تجمعت العظام بدأت الآن العروق، بدأت الآن الأوردة، بدأت الآن الشرايين، بدأ الآن اللحم يتكون شيئا فشيئا، بدأ اللحم يتكون يتكون يتكون، كسى العظام كلها اللحم، ثم لما انتهت اللحم لحم الحمار، ثم غطي بالجلد بالشعر، تكون الحمار كله، يراه كل هذا يراه من؟ عزير أمام عينيه. كيف يخلق الحمار أمام عينيه؟ فلما خلق الحمار نفخ فيه الروح فقام مرة واحدة، فلما قام نهق من فوره، ظن الحمار أن الساعة قد قامت فنهق، فزع الآن عزير، هذا صحيح؟ مو صحيح؟ صج أنا كنت نايم هني 100 سنة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما رأى الآية البينة أمام عينيه، علشان لا يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، انظر كيف أحياك الرب، انظر كيف أحيا الله الحمار، وراح تشوف القرية شلون أحياها الرب عز وجل. هو ما شك بقدرة الله، ولكن تعجب، فأراد الله أن يزيل العجل من قلبه. أنت الله يموتك 100 سنة ثم يحييك، وهذا الحمار أمام عينيك يحيا، أما القرية خرج الآن، ركب الحمار وطلع يبي يشوف، لا زال مذهولا الرجل، ذهب إلى بيته، في الطريق شاف القرية كلها تغيرت، أين البنيان المهدوم المخرب؟ كل الآن تعدل، قرية كاملة تغيرت،
ليست الشوارع التي أعرفها ولا الطرقات ولا حتى الناس ولا البيوت، اتجه باتجاه بيته، فإذا به يصل إلى مكان أشبه ببيته، فرأى امرأة عجوزا عمياء عمرها 120 سنة، رأى ملامحها شبهها بامرأة قبل قليل قبل ما ينام كان شايفها، أمة كانت عندهم، كان عمرها لما نام لما مات كان عمرها 20 سنة، الآن عمرها 120 سنة، عمي بصرها وعجزت وشلت على الأرض ما تستطيع الحراك ولا البصر، جالسة عند بيتهم. سلم عليها عزير فقال لها: يا فلانة ما اسمك؟ قالت فلانة، تأكد أنها الأمة التي كانت عندهم. فسألها عزير قال: أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزير. فبكت. قال: ما الذي يبكيك؟ قالت: ما رأيت أحدا من سنوات طويلة يذكر عزيرا، قد نسيه الناس، افتقده الناس منذ 100 سنة، وظنوا أنه قد مات، ظنوا أنه قد أسر، ظنوا أنه قد قتل، ما حد يذكره الآن. أخذت تبكي المرأة. فقال لها عزير قال: يا فلانة أنا عزير. فضحكت المرأة، قالت: عزير مات 100 سنة لم نسمع له ذكر وأنت تقول أنا عزير. قال: فإني أنا عزير. قالت له: إذا كنت عزيرا فإن عزير رجل مستجاب الدعوة، رجل صالح إذا دعا ربه استجاب الله له، فادعوا الله لي أن يرد علي بصري وأرى أنت عزير أو لست بعزير. فمسح على بصرها ودعا الله عز وجل فرجع الله عز وجل البصر إليها، نظرت فإذا هو الرجل الذي تذكره، كأنما نشطت من عقال فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. وأخذت تبكي المرأة وخرجت معه إلى الناس، فجاءت إلى بني إسرائيل في أنديتهم ومجالسهم، وابن عزير كان موجودا. ابن عزير عمره 118 سنة، كان عمره 18 سنة قبل أن يموت عزير، كان جالسا بين الناس والناس في المجالس وشيوخ بنو إسرائيل موجودون، فجاءتهم المرأة فقالت: أيها الناس هذا عزير قد رجع إليكم. فكذبوها، فإذا بها تقول: قد رد علي بصري، دعا الله فرد علي بصري، إنه عزير. وأخذ الناس يتفحصونه ويتأكدون، فنظروا إليه فقال ابنه: إن كنت عزيرا فإن لأبي شامة سوداء بين كتفيه. فكشف عن كتفيه فإذا الشامة موجودة، فتأكد الابن أنه أبوه فعانقه وبكى الناس وهم ينظرون إليه، وكانت التوراة قد ضاعت، قد درست، ضاعت من بينهم، لكن عزير كان يحفظها. فقالوا له: اقرأ علينا التوراة. فانطلق بهم، قال: أنا دفنت التوراة في مكان، فأخرجها لكن أكثرها ضاع، أكثرها قد محي مع الزمن، أكلتها الأرض، أكلت الألواح والجلود. فقذف الله عز وجل في قلبه التوراة كلها، فأخذ يقرأها والناس يكتبون، وجدد لهم التوراة. فلما تأكد الناس ما حصل لهذا الرجل، قالت بنو إسرائيل: عزير ليس إنسانا عاديا. قال: أنا والله إنسان، أنا عبد لله عز وجل. قالوا: لا، أنت ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود عزير ابن الله. شوف الكفر عند بني إسرائيل والكفر عند اليهود، إذا جاءهم رجل بأمر فيه خير كفروا بالله عز وجل، أو يكفرون بهذا النبي وهذا الرجل الصالح، نسبوا لهذا الرجل الصالح أنه ابن لله عز وجل، تعالى الله، لم يلد ولم يولد. أراد الرب عز وجل بهذه القصة أن يبين للناس جميعا لا شيء يعجز الله جل وعلا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يميت الرجل 100 عام ثم يبعثه، قرية دمرت يحييها الرب عز وجل، أرض قاحلة يحييها الرب عز وجل، كل شيء لا يعجز الله عز وجل أبدا. قال الرجل في البداية أن يحيي هذه الله بعد موتها، وقال في النهاية: أعلم أن الله على كل شيء قدير، ونحن كذلك نشهد ونعلم أن الله على كل شيء قدير. عبرة
وأي عبر بهذه القصص؟ قال الله في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن.